وكان أصعب شيء يعذب به في هذا الزمان الإحراق بالنار. كان أصعب حاجة للإنسان يعذبه في الوقت ده أن يحرموه وسط النار. فاختاروا له أصعب عذاب وأشفع قتلا. احنا هنقتله قتلا محدش ابن عمية أصعب حاجة عندنا هنعملها معاه. طب انتوا دخلتوا على الآلهة المحطمة قلت سمعنا فتى يقال له إبراهيم نظن أنه اسمه إبراهيم هو الذي أتى لهذه الآلهة ليعظمها ويحكمها قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أتوا إبراهيم ده الناس كلها تشوفه ويسألوا هل أنت عملت كده ولا ما عملتش؟ والأمر وصل للكبير بتاعهم للنمرود والنمرود أتوا له بعرش نقول الكرسي بتاعه وحطوه وأتوا بإبراهيم أمام الجمع أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت كسرت الآلهة بتاعتنا دي وخليتها الله فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى اسألوهم إن نطقوا الآلهة بتاعتكم يبقى اللي كسرها الكبير. طب وما نطقتش يبقى اللي كسرها إبراهيم على طول مع حاجة بالعقل. بل فعله كبيرهم هذا الكبير بتاعهم هو اللي عمل كده. اسألوهم بل إن نطقوا قالوا مين اللي كسرنا يبقى الكبير. إن ما نطقوش يبقى أنا اللي كسرتهم. شوفوا مدى الإجابة بالعلم بالعقل هنسلم بالعلم كل واحد فينا هيوصل اللي هو عايزه. إذا أخلصت لربنا هيديك. الطالب إذا أخلص في الجامعة بتاعته وفي مدرسته هينمو هيبقى حاجة كبيرة للوطن للدين حاجة كبيرة لأهله لبلده. ده اللي إحنا طالبينه النهاردة. شوفوا الخليل ابراهيم بيكلمهم بالعقل ازاي عاوزين نشوف الاخوات دي عشان اولادنا يوصلوا للعقل ده. عايزين اولادنا يبقى عندهم عقول متفتحه. اسالوهم شوفوا الاجابه ان نطقهم يبقى اللي كسرهم الكبير. ان ما نطقوش يبقى انا. ادي الاجابه وهو امرهم ما هيتكلموا ما خلاص دي الالهه ما جابوا قبله كده وكلمهم ما لكم لا تنطقون. فكلم الالهه سيدنا الخليل ابراهيم وقال لهم اتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. عرفهم كل حاجه انما هم العقول بتاعتهم زي ما هي هو عقل الكافر كده. للاسف احنا النهارده بدانا نبقى كنا تتشابه مع عقول الكفر مع الطلب وده اللي مش مطلوب. يبقى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قالوا إزاي؟ إزاي إبراهيم كسرهم؟ طيب الآلهة لو الراجل ده اتكلم الكبير ولا الإله الكبير يتكلم كان هيرد ويقول مش أنا. لو هو اللي كسرهم يقول أنا كسرته أو كسرهم ما كسرهمش يقول مش أنا اللي كسرهم فلان. إنما ما ردش. لا الكبير رد ولا المتكسرين دافعوا عن نفسهم. يبقى دي إزاي إحنا بنعبد الآلهة دي؟ يعني قعدوا فكروا مع نفسهم شويه رجعوا لعقلهم شويه. انما الشيطان هيسيبهم ابدا. ثم نكسوا على رؤوسهم رجعوا تاني للغي والضلال وكأن واحد واقف على رجليه مسكته جلبته جبت دماغه من تحت. خلاص كانوا واقفين على رجليهم ودماغهم فوق دلوقتي رجعوا تاني بجد دماغهم في الارض. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يا سلام شوف هم ده اعترفوا بنفسهم ازاي؟ عاوزكم تشوفوا الخليل ابراهيم كان بيحاول الناس ازاي؟ وازاي هم بيردوا وازاي بينتزع منهم الاعترافات اللي هم مش عايزين يقولوها بيقولوها غصب عنهم. عاوزين يبقى عقولنا زي كده. هم اللي ردوا بنفسهم اهو. هم اللي اعترفوا بان دول انا ما بيتكلموش. هم اللي اعترفوا بنفسهم بان دي الهه لا تنفع ولا تضر. ولا ترد الضر عن نفسها. قالوا انت عارف يا ابراهيم ان دول ما بيتكلموش. اه ما كنا بنقول قبل كده
خلي بالك من المثل القرآن الجميل، لقد علمت ما هؤلاء يقولون. ما انت عارف ابراهيم انه دول ما بيتكلموش، طب ما انتوا عارفين انه دول ما بيتكلموش وما بينفعوش ولا بيضروا، بتعبدوهم ليه؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعبدون. انتوا بتعبدوا حاجات مالهاش قيمه مالهاش لازمه، انتوا بتعترفوا على نفسكم انكم مخطئين واني ما فيكوش عقول ولسه في الغالي بتحكوا برضه. قالوا بس طالما انت قلت كده يا بنت العمد لا قدر ينتزعوا منه اطراف من العمد ولا قدر ياخدوا منه حد ولا بطل ولا عرفوا يتصرفوا معاه خالص، الا هم اللي اعترفوا على خيبتهم وهم اللي اعترفوا على جهلهم وهم اللي اتكلموا في حق نفسهم وكل حاجه وهم اللي ثبتوا لانفسهم انهم اجهل من دمهم. قالوا انت اللي بتقول كده يا ابراهيم ها؟ يبقى انت راجل عملت كده. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. حرقوه يعني مش حرقوه خلصوه، لا ده خلي اعمله في عذاب وصنع. الناس كلها واقفه قعدت مش شايفه المنظر وشايفه الكلام، والعلماء بتوع النمرود عم يردوا النمرود قاعد مبسوط، وطبعا الحاكم والجلاد واحد والسجن واحد وكله في واحد وكلهم ضد واحد، انما اللي مع الواحد ما يهمهوش ولا واحد. سبحان الله العظيم. فوصل الامر خلاص بقى حرقوه اعملوا في عذاب وصنعة واحرقوه باصعب نار وجدت في هذا الزمان. يعني قعدوا شهر كامل يلموا في الحطب ويلموا في المرق ويلموا في السرر ويلموا في ولموا الدنيا كلها علشان ازاي يعملوا في عذاب وصنع. ومش كده وبس، وعملوا له بيت كبير حوطوه كده سور كبير عالي واسع طبعا عشان يستحي برضه ما لهاش حدود. الدنيا كلها بتلم عشان تعرف ابراهيم. كل العالم النمرود قالوا اطلع ولمه، كله طلع ورا النمرود لم حاضر. قالك حتى الابكار والبنات البكر كانت بتطلع تلم حاجات عشان تحرق بها الفريق ابراهيم. حتى العجائز الست العجوز اللي ما كانتش كركوبه اللي ما تقدرش تمشي، والراجل الشيخ المسن كان ياخد بعضه ويمشي ويلم ويجيب ويرمي في الايه؟ في الحويزه اللي عاملها دي بلغه الفلاحه بتاعتنا علشان خاطر يحرق الفريق ابراهيم. جه ميعاد الحرق خلاص لميت وعملت كل حاجه. قالوا ايوه طب يلا بقى يا فندم ابراهيم بقى يلا عشان خاطر احنا جت وابوه وامه واقفين وعمه وابن اخوه كل الدنيا واقفه عايزه تشوف العذاب بتاع الراجل اللي كسر الالهه دي علشان خاطر ما حدش يمد ايده تاني وما حدش يتطاول تاني. دي الهه، ازاي نتطاول على الهه؟ ازاي ما احنا لو تطاولنا على الهه يبقى احنا بنحارب الدين، يبقى احنا بنحارب كل حاجه، يبقى لازم يطلع من النص شويه يدافع عن الشرعيه وشويه يدافع عن الدين وشويه يدافع مش عارف، والكل يتلاقون في مهاجع جهلا. سبحان الله العظيم، جهل لا عارف معنى شرعيه ولا معنى دين ولا عارف ما هي خلق الدين ولا خلق الاسلام ولا خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر تلاقيه لن يصلي ولن يدخل المسجد ولا مره، بس يقول لك انا بعمل كذا وهو ليس مطالب بأي شيء من هذا القبيل. لست مطالبا شرعا ودينا، لست مطالب بأنك تأتي بدماء أي إنسان. تصير بتكي عشان تقول عايز أنا بدافع عن عاوز أجيب حق فلان، أجيب دم فلان، أجيب مش عارف إيه عن فلان. إيه الصفة الشرعية بتاعتك اللي بتخليك أنت ما تقول أجيب حق فلان ودم فلان ودم امرأة ودم إيه الصفة الشرعية؟ طب ارجع لدينك يا ابني وانت تعرف انك على خطأ، اعرف ان انت مخطئ. ايه صفتك الشرعية اللي ربنا قالها لك عشان تتكلم كده؟ ارجع قبل ربنا ولكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشوف انت على حق ولا على باطل. لو النهارده اللي خد الدية في الإسلام بيطالب بدم القتيل، انت بتطالب بدمه وانت خدت ديته؟ ده انت بتحارب ربنا دلوقتي وانت اللي بتقول عاوز اجيب
بصفتك كان شرعي. لما اهله خد او العاقلة او كله خد حقه، خد اللي ربنا كتبهوله. انت بتدافع عنه بتاع ايه؟ ده انت بتحارب ربنا كده، ما بتحاربش فلان ولا علان. مش عاوزين نشخص الامور، مش علشان خاطر شخص او اتنين نعاد البلد كلها يا اخوانا. مش عشان انت ما بتحبش فلان تيجي قدام البلد. لا، ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وارجع لسنه حبيب النبي، وارجع لربنا ولشرع ربنا، هتعرف انتوا ماشيين صح ولا غلط. يبقى الخليل ابراهيم يجي له ملك المطر، ويجي له ملك الريح، وملك الجبال، والملائكه تنزل له ملك ملك ملك. كل الملائكه يا رب، عبدك فلان يحرق الان، عبدك بيتحرق، الواحد اللي بيسبحها فيحرق الان. قال يا ملائكتي ان سالكم عن شيء فلبوه. ان طلب منكم حاجه ابراهيم اعملوا حاجه، انما ما طلبش سيبوه. ملك الجبال يقول له لو امرتني ان اطبخ الاخشبين على النار وعليهم اعمل، يقول له لا، علمه بحالي يغنيك عن سؤالي، مش عايز منك حاجه. ما دام اتخانق مع ربنا مش عاوز من الملك ولا البشر حاجه. يجي له ملك المطر يقول له امرتني ان اطفي النار، اطفي النار بس. قال له لا، اما اليك فلا، انت لا، مش عاوز منك انت حاجه. كل الملائكه في الملك راح يقول لهم ان انا اطير النار دي خالص، اما اليك فلا. امال عاوز مين؟ يقول اريد الله جل وعلا. حسبي الله ونعم الوكيل. قالها الخليل ابراهيم حينما القي في النار، وقالها المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جمع له الناس فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى لما يجي له كل ملك، كل ملك يقول له لا، علمه بحال يغنيه عن سؤال. ان ده يجي من عند ربنا بقى قبل ما يقذف في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شوفوا بقى رحمه ربنا بقى للخليل ابراهيم. يجي نداء من ربنا، واللي معاه ربنا هيخاف من ايه؟